طبعا كلكم عارفين بتطبيق مرسوم رئاسي رقم 1135 الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2019. هذا المرسوم أمن فيه شريف عبد الهادي مهدي سلطانا لسلطنة درودداي العباسية. ننتهز هذه الفرصة نعلن للرأي العام الداخلي والخارجي بأنه ستبدأ بمشيئة الله تعالى مراسم تنصيب السلطان في يوم 19 مارس 2020 بمدينة أبشة عاصمة السلطنة. والجدير بالذكر أن هناك أنشئت لجنة عليا ولجان فنية مختلفة لتنظيم هذا الحدث التاريخي، وننتهز هذه الفرصة لدعوة جميع أبناء المنطقة، منطقة والداي الجغرافية، إلى الخروج بكثرة والمشاركة الفائلة في حفل التنصيب.